بن راشد بن رايه المريتاني وتبرك نزفها الجميع والمايك ينطلق بدوره مع احد الزملاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اذا تتواصل الاشواط ويوم نشهد من خلاله تسجيل توقيتات زمنيه مميزه ورائعه، هذا انما يدل على الجاهزيه الكامله وعلى قوه التحضير والتجهيز لمثل هذه الملتقيات التي نتشرف فيها بالحضور الكريم لكل هذه الشعارات ولكل هذه الأسماء. ننطلق إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع بداية هذا الشوط والمركز الأول. من يحتل المركز الأول مشاهدينا الكرام؟ إلان شاهين يحتل المركز الأول لسيد حمد بن جار الله البريدي، هو من ينطلق ويندفع في المركز الأول. السعدي يتسلل إلى ثاني المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني والتضمير مع سالم بن فاران المري. الدور دور المركز الثالث لنجد فيه الشاهين لسيد حمد بن طالب بن عمارة المري. أما المركز الرابع فأجد فيه الفارس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني والتضمير مع علي بن حمد بن جرحب المري. رابع خامسا هناك من يحتل المركز الخامس ممدوح لصالح بالمطوع النابت. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة بقيادة شاهين. شاهين إذن هو من يحتل المركز الأول، هو من ينطلق في مركز النفوذ وفي مركز القوة وفي مركز السلطة. هو الآن في المركز الأول مندفع بشعار حمد بن جار الله البريدي، ولكن المركز الثاني السعدي. السعدي هنا في ثاني المراكز يريد أن يتسلل إلى مركز النفوذ إلى مركز السلطة ليكون هو المتحكم بمجريات هذا الشوط، ولكن التحكم الآن مع شاهين. أرى التغيير الآن بدأ يتضح وبدأت تتشكل ملامح الصدارة مع السعدي. السعدي ينطلق الآن في المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني والتضمير مع سالم بن فاران المري. المركز الثاني شاهين لحمد بن طالب بن عمارة المري، وفي المركز الثالث شاهين لحمد بن جار الله البريدي. بينما المركز الرابع اللي في المركز الرابع بديع، هذا هو بديع، إذن هذا هو بديع الذي عودنا على الإبداع دائما، صاحب نقطتين في هذا الموسم في السباق المحلي الثاني عانق المركز الأول، وفي السباق المحلي الثالث أيضا تواجد في المركز الأول. إذن هو جامع ما بين الشخصية والأسلوب، الشخصية التي تكمن في ذاته وفي شخصه، والأسلوب الذي انتهجه مالكه حمد صالح بن حمد العاض. إذن الآن يغير بديع، يغير إلى مواطن الإبداع، إلى بواطن الإبداع. انطلق بديع في المركز الأول. الله الله الله، السبوق نحبها يا أخوان. هذا من السباق بديع. بديع إذن في المركز الأول صالح بن حمد العاض المري، في المركز الثاني السعدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، التضمير مع الذهبي سالم بن فاران المري. أما المركز الثالث فهو شاهين لحمد بن طالب بن عمارة المري، وفي المركز الرابع شاهين آخر هو للسيد حمد بن جار الله البريدي. بينما المركز الخامس أجد فيه الخرطوم من يحتل المركز الخامس للسيد جمعة أو غريب لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود والتضمير مع سليمان بن رويشد الجاني. هذه هي النتيجة. إذن أيها الحفل الكريم، نحن نسير في اتجاه، نقترب الآن من الكيلومتر الأخير. نعم، إنه الكيلومتر الأخير، إنه الكيلو الذي ستحسم فيه الأمور، كيلو العمليات. عنده تصدر التعليمات، وبديع في المركز الأول والسعدي في المركز الثاني، وهناك شاهين في المركز الثالث وشاهين في المركز الرابع. الله الله، بديع إذن على الصدارة على المركز الأول، ولكن السعدي، السعدي الآن انقض على الصدارة، طار إلى المركز الأول. انطلق السعدي في الصدارة وفي المركز الأول بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. يا سلام، الله الله الله، السعدي إذن ينطلق مع المركز الأول، بينما المركز الثاني السيف
لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، التضمير مع حمد بن رايه المري، ولكن هناك السعدي، السعدي يبعدي، سمي نسبة إلى السعدي العود، صاحب العوايد، صاحب الرموز، مختطف النواميس، يا سلام. إذا هنا الشخصية وهنا الأسلوب مع السعدي الذي جمعها كلها ليقدم لنا هذا الأداء الممتاز، ليقدم لنا هذا الأداء الراقي. والنقطة الثالثة إذا تسير نحو عزبة سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ترجمة لما قدمته هذه الأسماء وترجمة لما يقدمه السعدي الذي نجح في هذه المهمة الخاصة بانتزاعه لبطاقة المركز الأول. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وإلى سالم بن فران المري المركز الثاني. كان من نصيب السيف لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود المركز الثالث، شاهين لحمد بن جلال البريدي المركز الرابع، شاهين لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والمركز الخامس جاء فيه بديع لصالح بن حمد العاب. مشاهدينا الكرام، إذا السعدي تقلب على كل الأسماء وانتزع المركز الأول بتوقيت زمني مقداره لمسافة 4 كيلومترات، 6 دقائق و9 ثواني و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وإلى المضمر سالم بن فاران المري. أما المركز الثاني فكان من نصيب السيف وتوقيته 6 دقائق 11 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وإلى المضمر حمد بن رايه المري. المركز الثالث جاء فيه الشاهين